بالتنسيق مع لجنة المسابقات على إقامة مباراة السوبر المحلي الموسم ده بين طبعا النادي الأهلي بطل الدوري وبرضو بطل كاس مصر اللي لم يتحدد أكيد حتى الآن بين الدورين في الموسم الجديد اللي هو 2020-2021. مسؤولو اللجنة الخماسية كشفوا أنه من الصعب جدا إقامة السوبر المحلي قبل بداية الموسم الجديد، يعني السوبر الإفريقي المفروض أنه هو يقام يوم 10 ديسمبر اللي جاي، يعني قبل 24 ساعة بس من انطلاق الدوري الجديد. كمان قالوا مسؤولو الجبلية ان هم نجحوا في ان هم ينهوا مباريات السوبر المحلي المتأخرة والمؤجلة من المواسم اللي فاتت، وكده بيتبقى بس مباراة السوبر المحلي للموسم الأخير واللي هتتم إقامته ما بين الدورين في الموسم الكروي الجديد، زي طبعا ما هو يعني بيحصل في كتير من دول العالم وزي ما حصل في مصر برضو قبل كده. ممكن يكون مازن مرزوق يعني رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة هيعقد مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة يوم السبت اللي جاي علشان يعلن ضوابط الدوري الجديد ولائحة لجنة المسابقات الجديدة اللي هيتم تطبيقها في الدوري الجديد، واللي بتتضمن طبعا عدم تأجيل أي مباريات إلا في حالة الظروف القهرية. طبعا يعني احنا يمكن كنا اتكلمنا في الموضوع ده واتكلمنا قد ايه انه في ارتباطات دولية كتير عندنا السنة الجاية، والموسم السنة الجاية ما فيهوش مساحة تقدر تتحرك فيها في حالة وجود أي تأجيلات، إلا زي ما أعلن طبعا اتحاد الكرة في حالة وجود ظروف قهرية خارجة عن إرادة الجميع. طبعا مش هيكون في حل غير التأجيل، لكن فيما عدا ذلك عندنا مشاركات في البطولة العربية، مشاركات في الكونفدرالية، مشاركات في دوري الأبطال، تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا، تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، أولمبياد طوكيو. فالسيزون الجاي سيزون مضغوط جدا، ونتمنى طبعا إن شاء الله انه يعني يستمر بشكل طبيعي، يعني ما يكونش فيه ازمات توقف زي ما شفنا في الموسم الحالي الاربع شهور طبعا توقف بسبب الكورونا. هروح مع حضراتكم للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. الحقيقه النهارده يمكن الاتحاد الدولي كان اعلن عن اسماء اللاعبين المرشحين لجائزه افضل لاعب في العالم خلال 2020، والقائمه دي ضمت 11 لعيب منهم النجم الدولي المصري المو محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، كمان طبعا بالاضافه لصلاح كان معاه كريستيانو رونالدو. النجوم بقى الاثنين الديو ده اللي متعودين عليهم طول اخر 10 سنين يمكن او اخر 12 سنه موجودين على طول في اي استفتاءات، كريستيانو رونالدو نجم اليوفي ولاينل ميسي نجم برشلونه معاهم بقى. واعتقد انه الاسم اللي جاي ده انا بشوفه الحقيقه يستحق هذه الجائزه عن جداره بعد موسم اكثر من رائع واستثنائي، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن الالماني بعد طبعا ما كان ليه دور كبير جدا في تتويج بايرن ميونخ بدوري الابطال السنه دي. كمان هيكون تياجو الكانتارا اللي كان بيلعب او اللي ختم الموسم في البايرن وانتقل السنه دي الموسم ده بدأوا مع ليفربول. البلجيكي رائع، واحد من اكثر وامهر واجمد قول زي ما تقول لاعبي خط النص في العالم، كيفن دي بروينا لاعب مانشستر سيتي، وزي ما قلت لحضراتكم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ. ساديو ماني كمان بينافس، السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بينافس على جائزة أفضل لاعب، الفرنسي كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم طبعا البي اس جي ونجم البرازيل، واحد من أمهر لاعبة الكرة في العالم. من المدافعين في اثنين الحقيقة من أميز المدافعين على مستوى العالم، سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد و فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول. احنا عندنا من ليفربول بس في ثلاث لعيبه، عندنا ساديو ماني، عندنا مو صلاح، عندنا فان دايك. فاعتقد ليفربول من حقه ان هو يفرح بترشيح ثلاثه من لعيبته لجائزه افضل لاعب. والجماهير النهارده خلاص يعني تم فتح باب التصويت طبعا، لانه الجماهير بتشارك بنسبه 25% في الاستفتاء ده، طبعا اكيد بنقول لكل الناس تصوت لصلاح طبعا. واعتقد ان المصريين في موضوع الاستطلاعات الراي والتصويت هجوم. ما بيتوصوش الحقيقه هيكون هجوم، نتمنى ان شاء الله باذن الله على الاقل نضمن لصلاح من خلال التصويت عن طريق الانترنت. هي الجائزه هيتم الاعلان عنها في زيورخ في سويسرا، وطبعا دعوه لمشاركه الجماهير المصريه في التصويت لنجمنا المصري بس محمد انت شايف صلاح. ان ليفاندوفسكي الحق الموسم ده او السنه؟ بصي يعني في مواسم كده بيظهر في بيتوهج، عارف لفظ التوهج؟ أيوة. ليفاندوفسكي السنه دي كان متوهج، يعني فعلا. انا بشوف انه صلاح كان عامل موسم كويس جدا مع ليفر وكسبوا البريمير ليج، لكن مش ده اكتر المواسم توهجا بالنسبه لصلاح. يعني في مواسم صلاح كان متوهج اكتر من كده، نتمنى انه يرجع فورمته، خصوصا انه
واضح انه عنده رغبه كبيره جدا في انه يقدم موسم قوي. لو فاز بلقب الهداف وقدر يجمع بين البريمير ليج والتشامبيونز ليج اعتقد فرص صلاح وده حلم السنه الجايه هتبقى قويه جدا. وهو بيقول انه ما بيشبعش، عايز دايما يبقى الهداف ويجمع الثنائيه طبعا دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي. غير كمان افضل لاعب كشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي كمان عن قائمه المرشحين لجائزه افضل مدرب في العالم لعام 2020، وجي على راس قائمه المرشحين طبعا هانز فليك مدرب بايرن ميونخ بعد ما قدر ان هو يحصل على الثلاثيه التاريخيه مع البافاري طبعا الموسم اللي فات ده، والمتمثله في دوري ابطال اوروبا الدوري الالماني وكاس المانيا. جه بعديه طبعا يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد ما قدر ان هو يقود الريدز للقب الدوري الانجليزي الاول من 30 سنة. وبعديه طبعا لوبيتيجي مدرب إشبيلية بعد الفوز بلقب الدوري الأوروبي أو اليوروبا ليج مع الفريق الأندلسي. وأخيرا كان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد ما قدر أن هو يحصل على لقب الدوري الإسباني. هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، يورجن كلوب ليفربول، لوبيتيجي من إشبيلية، وزين الدين زيدان ريال مدريد، وطبعا بيلسا مدرب ليدز يونايتد اللي هو قدر أن هو يصعد طبعا للدوري الإنجليزي الممتاز. المرشحين دول مرشحين مدربين، لكن في طبعا حراس المرمى. بس خليني اقول لك قبل ما نروح لحراس المرمى، وهم معروفين يعني مش محتاج الفيفا يقولهم عشان نقول هم مين، لكن خليني اقول لحضراتكم انه انا بشوف انه هانز فليك ولوبيتيجي اعتقد ان هم الاثنين مقدمين موسم اكثر من رائع. فكره تقييم المدرب على فكره مرتبطه بتعمل ايه، ازاي، بمين وبكام. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تتكلم مثلا على فريق زي ريال مدريد او فريق زي برشلونه او فريق زي بي اس جي، طبيعي جدا لما اديك القماشه دي اطلب منك نتائج على اعلى مستوى. طبيعي لما يبقى عندك في كوكبه من نجوم مثلا زي فريق باريس سان جيرمان، طبيعي جدا ان انا اطلب منك انك تفوز بكل البطولات. لكن لما يكون عندك فريق زي فالنسيا وتوصل بيه انك انت تحصل على لقب اليوروبا ليج، وهو فريق تقريبا ما حدش يعرف يعني من اسماء لاعبته الا اسمين ثلاثه، لا يبقى انت بتتكلم على مدرب عنده قدرات كبيره جدا، ولو خد قماشه احسن ممكن يديك نتيجه افضل بكتير جدا. فانا بشوف انه هانز فليك مدرب بايرن طبعا طبقا للظروف اللي عدى عليه بيها البايرن السنه دي، وانه يقدر يتالق ويستغنى عن لعيبه مهره كتيره جدا ومؤثره جدا زي فرانك ريبيري، زي كتير يعني اسماء كتيره مشيت من بايرن ميونخ، ومع كده قدر انه يقدم موسم قوي جدا ويفوز ببطوله دوري الابطال باريحيه كبيره ويقدم فيها ماتشات كبيره جدا، اهمها طبعا كان فوزه على البارسا 8-2، اعتقد دي برده تحسب ليه. نختم بقى بافضل حراس مرمى السنه دي: اليسون بيكر ليفربول، تيبو كورتوا ريال مدريد، كيلور نافاس باريس سان جيرمان، مانويل نوير بايرن ميونخ، ويان اوبلاك مدرب او حارس مرمى اتلتيكو مدريد، ومعاهم حارس البارسا مارك اندري تيرشتيجن. دول يمكن يكونوا متفق عليهم يمكن يكونوا افضل الاسماء في عالم حراسه المرمى على مستوى العالم. مين يفوز؟ ده اللي هيعلن من خلال الفيفا طبعا في زيورخ في حفله هيقام طبعا، نتمنى ان شاء الله يكون صلاح متواجد فيه على الاقل بين افضل ثلاث لعيبه على مستوى العالم. كلام كتير عن مباراه الاهلي والزمالك، وكلام كتير طبعا مع كابتن حسن اسماعيل مدرب حراس مرمى المنتخب الاماراتي السابق، هتكون في حلقتنا بس بعد الفاصل. We'll be right back.